السلام عليكم. الاسم ديالي إلهام القرش، أخصائية نفسية. كما كتشوفوا معنا اليوم مركز كليو مع الشركاء ديالو كيحاول يسهر على مواكبة الأشخاص اللي هما في وضعية إعاقة اللي كيجتازوا المباراة الموحدة. اليوم الورشة ديالنا حول التحضير النفسي للمقابلة الشفوية. كما كتعرفوا بأن المقابلة الشفوية كتلعب واحد الدور كبير في اجتياز المباراة، وهي النقطة ديال التحول باش كيمكن المترشح أنه يحصل على الوظيفة أو لا يتفوق في هذا الامتحان. فالدور ديالنا في هذه المرحلة هو أننا نساعدهم كيفاش يتغلبوا على القلق، على التوتر، على كيفاش يجيغيو هذوك الانفعالات اللي كتكون في اللحظة ديال أثناء المقابلة. كذلك التوجيه ديالهم على طريقة الإجابة للأسئلة. كما كتعرفوا أن المقابلة الشفوية كتركز بالخصوص على الأداء، 60% كتركز على الأداء ديال الجسد، يعني على لغة الجسد بالدرجة الأولى، على فن الخطابة، على فن الإلقاء. فبالتالي احنا الجانب ديالنا هو أننا نشتغلوا مع هاد المترشحين على تطوير هاد المهارات وعلى تنمية هاد المهارات الخاصة بالتواصل، الخاصة بتقدير الذات، الخاصة بأنه كيفاش يمكن له يجتاز هاد المباراة في واحد الظروف ديال تكون مريحة ليه نفسيا باش يمكن له يقدم كل ما عنده. من بين الحوايج اللي حنا كنحاولوا نخدموا عليهم في هذه الدوره التكوينيه هي تدبير الانفعالات، هي كيفاش يدبر ذاك القلق وذاك الخوف ديالو اللي هو جزء طبيعي فينا، هو المحرك الاساسي، ولكن خصنا ما ينقلبش للجهه السلبيه. كذلك من بين التقنيات اللي غادي نخدموا مع هاد المترشحين هي تقنيات ديال التنفس العميق، كيف باش يمكن له يحرر ديك الطاقه ديالو او ذاك التوتر ديالو، دور عمليه التنفس في تحرير القلق والخوف، وبعض الاحيان كتوصل حتى لواحد الخجل والانعزال. فبالتالي حنايا كنحاولوا ما امكن اننا نعطيوهم واحد المجموعه من الاليات والتقنيات والوسائل اللي تقدر تساعدهم اثناء ربما الدور ديالنا كيكون قبل المباراه واثناء المباراه وحتى ما بعد المباراه، لان القلق كيكون عندنا قبل ما ندخلو اثناء المباراه وحتى ملي كنتسناو ديك النتائج كيفاش يمكننا نتقبلوها وكيفاش يمكننا عاوتاني في الحاله ديال الاشخاص اللي قدروا ينجحوا كيفاش يدبروا داك الانفعال حتى هو ديال الفرح وغير ذلك، وكيفاش يستعدوا لسوق الشغل. والجانب الاخر عاوتاني في حاله الى كانت واحد الوضعيه ديال الاخفاق او لا، كيفاش يتدبر او لا يتقبل هذاك الاخفاق من الجانب النفسي ويمكن له يشتغل على راسه ويطور على راسه الى الجانب الافضل. نجيب القديري، مدير المركز المحلي لتوجيه الارشاد تبع جمعيه امير القلق. اولا رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير. اليوم احنا في صدد كما كتعرفوا على ان الوزاره للأسرة النتائج ديال الشباب اللي نشوفو في الدورة ديال الكتابي، ودابا حنا في صدد باش كنبشدو واحد مجموعة الشباب اللي غادي يدوزو الشفوي. والحمد لله أن في المركز نشوفو واحد مجموعة ديال الشباب، شي 26 شاب اللي بدعت إعاقة ينجحوا في الكتابي وباقي لهم الشفوي. احنا دائما في المركز كنا دائما كنحاولوا نشجعوا هاد الشباب بالاخص في المجال ديال العمل، وهذه فرصه ان جبنا الناس اللي متخصصين باش يعطوا واحد الشحنه ويعطوا واحد القوه باش يكونوا مستعدين لهذه المباراه. وهو اللي كتشوفوا دابا اليوم هذا التكوين اللي كاين اليوم خاصه بهاد الشباب اللي نجحوا في الكتابي والباقي لهم الشفوي، وحنا كنحاولوا نساعدوهم باش يكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال ان شاء الله. السلام عليكم، معكم خديجه الحاجي، اخصائيه التقويم النطق. دونك اليوم جمعتنا جمعيه كليو باش نساعدوا واحد المجموعه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه اللي غيتجاوزوا ان شاء الله المباراه الشفهيه.
دونك غادي نعاونوهم ان شاء الله كيفاش نتباسي واحد المجموعه ديال المشاكل اللي كتوقع ليا وانا اثناء المباراه. السلام عليكم، منير مباشر شارجي دانسيرسيون بالمركز المحلي لارشاد وتوجيه الاشخاص في وضعيه الاعاقات تابع لجمعيه ابي رقرق. يعني ولا شك ان النجاح مذاق طعم حل مذاقته، ولكن ايضا للمساعده على النجاح طعم يضاهيه، والشباب اليوم هنا بالمركز هم من اجل الحضور في مرحله ثانيه قد تفوقوا في امتحانات الكتابي، هم الان على موعد مع تحضيرات اخرى من نوع خاصه باختبارات الشفهيه. هؤلاء الشباب الذين لم تثنهم الاعاقه عن امتطاء صهوه النجاح والتحصيل الدراسي ويعني باسلاكه المختلفه، وان شاء الله نتمنى ان يحالفهم الحظ مره اخرى في اختبارات الشفهيه حتى يلجوا ويندمجوا في أسلاك الوظيفة العمومية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.